السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد علوم فيزيائية سنة ثالثة متوسط الفصل الثاني. إذا نبدأ مع الوضعية الأولى لدراسة حركة تشغيل مروحة. إذا عندنا هنا مروحة رانا بنشغلوها بواسطة أشعة الشمس. قام زميلك مصطفى بالتركيب المستعمل في الوثيقة التالية. إذا عندنا أشعة الشمس وعندنا خلية كهروضوئية لتمتص الأشعة الشمس، عندنا محرك معه بكرة، البكرة يعني تنعد مع المحرك، وهنا عندنا مروحة. ما هي الجمل المساهمة في الحصول على الفعل النهائي؟ إذا الجمل المساهمة في الحصول على الفعل النهائي هي عندنا هنا الشمس، أكيد عندنا خلية كهروضوئية، هذو هما الجمل. عندنا المحرك، البكرة يعني راهي مع المحرك، وعندنا المروح. لا ذكرتوها معليش، لكن هي راهي مع المحرك. عفوا عاودت المحرك، المروحة. ممتاز. الآن شكل السلسلة الوظيفية الموافقة. إذا تشكيل السلسلة الوظيفية الموافقة، نديرو فقاعات هكا ما بيناتهم خيط باش تشكل لنا السلسلة، ونديرو الجمل في هاد الفقاعات. إذا أولا عندنا الشمس، بعدها عندنا الخلية الكهرو ضوئية، بعد عندنا المحرك، واخيرا عندنا المروحه. دروك نقولوا كل جمله شراه يدير وماذا تفعل للجمله التي بعدها. مثل الشمس شدر، اذا الشمس تشع، الشمس تشع، شدر للخليه الضوئيه، الفعل تضيء، تضيء الخليه الضوئيه. الخليه الضوئيه ماذا يحدث لها؟ تنير، تنير بفضل الشمس. ماذا تفعل المحرك؟ تغذي. المحرك شي يدير؟ يدور. كي يدور شي يدير؟ يدير، هو يدور ويدير، يدير. المروحة ماذا تفعل؟ تدور. هذا مكان إذا الشمس تشع، كي تشع شي صرا؟ تضيء الخلية الكهروضوئية. الخلية الكهروضوئية لما تضاء تنير، ثم تغذي المحرك بالطاقة الكهربائية. المحرك لما يغذى شي صرا له؟ يدور، وكي يدور يدور المروحة، المروحة تدور. هذه هي السلسلة الوظيفية. الآن السؤال الذي بعده ثلاثة، أنجز السلسلة الطاقوية الموافقة. إذا عاودت هنا كتبت إنجاز السلسلة الطاقوية الموافقة ودرت الشمس، عاودت نفس الجمل، خلية كهروضوئية، المحرك والمروحة. دروك في السلسلة الطاقوية شنو ندير؟ هنا ندير نوع الطاقة، وهنا ندير نوع التحويل تاع الطاقة. إذا الشمس الطاقة اللي عندها شهيرة، إذا هي طاقة داخلية، صحيح؟ طاقة داخلية. التحويل كيفاش غادي يكون؟ التحويل غادي يكون تحويل إشعاعي، تحويل إشعاعي، لأنه غادي ترسل أشعة شمس. فالتحويل إشعاعي رمزه أو إر، تفكروا الطاقة الداخلية رمزها أو إي، أنه الشمس طاقتها منها داخلية. التحويل غادي يكون أو إر، تحويل إشعاعي لأنها غادي تبعث أشعة تاع شمس. دروك الخلية الضوئية واش غادي يكون عندها؟ طاقة داخلية أيضا، طاقة داخلية. التحويل كيفاش غادي يكون للمحرك؟ تحويل إشعاعي؟ لا، هي غادا تغذيه، سما غادا يكون تحويل كهربائي، تحويل كهربائي WE. المحرك واش غادا تكون عنده؟ طاقة حركية، ماشي طاقة داخلية. يعني المحرك مش غادا يكون حابس وعنده طاقة وحده كيما الشمس ولا كيما الخلية الضوئية، لا غادا يكون يتحرك. إذا طاقة حركية رمزها OC، رمزها OC. شو نوع تحويل الطاقة للمروحة؟ تحويل الكهربائي؟ لا، تحويل حركي، تحويل حركي في الرمز تاعه W. المروحة اش غادي يكون عندها؟ ايضا طاقة حركية لانها غادي تكون دور. اذا طاقة داخلية لما تكون طاقة في هذه الجملة بذاتها كيما الشمس، حرارتها هي طاقتها الداخلية، ولا الخلية الكهروضوئية لما انارت ولات عندها طاقة داخلية. لكن المحرك كان يدور فولات عندها طاقة حركية، المروحة تدور فعندها طاقة حركية. ايضا التحويل هنا تحويل اشعاعي، لانه اشعة الشمس الخلية الكهروضوئية، لكن الخلية الكهروضوئية لا تشع على المحرك، تبعث له طاقة كهربائية، غذاته بالطاقة الكهربائية. اذا تحويل كهربائي، والمحرك حرك المروحة، إذا تحويل طاقة حركي.
ننتقل الآن للتمرين الثاني. الوضعية الإدماجية. حسناً، أراد منير تركيب مخطط الدارة في المقابلة في الشكل هنا. صح، شوفوا شو عندنا هنايا. إذا عندنا مولد، عندنا جهاز أمبيرمتر، عندنا مصباح، وعندنا صمام كهربائي. إذا سمي العناصر المرقمة وما هي وظيفة كل عنصر. إذا تسمية العناصر المرقمة وذكر دورها. أولاً شو عندنا العنصر الأول؟ هذا ما هو؟ هذا صمام كهربائي. إذا صمام كهرباء اي. اثنين، جهاز امبيرمتر ولا كتصيبو في جهاز فولتمتر، لكن كنصيبو او مربوط على التسلسل، اذا هو جهاز امبيرمتر. جهاز امبيرمتر. دور الصمام الكهربائي. دور دور الجهاز الأول. إذا دور الصمام الكهربائي يسمح بمرور التيار الكهربائي من جهة واحدة. التيار الكهربائي هذا هو دوره. الصمام يعزل، يخلي التيار يفوت غير من جهة بصح ما يخليش يرجع، من جهة واحدة. ما هي هذه الجهة؟ إذا الجهة من القطب الموجب إلى القطب السالب. مينا القطب، دائما التيار يروح من القطب الموجب إلى القطب السالب. والصمام الكهربائي دوره أنه يمنع باش التيار مثلا يروح من القطب السالب للقطب الموجب. الآن جهاز الأمبيرمتر دوره، دور جهاز الأمبيرمتر. ما هو دور جهاز الأمبيرمتر؟ قياس شدة التيار الكهربائي. هذا مكان قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدار. هذا مكان يقيس شدة التيار الكهربائي المار في الدار. إذا كملنا رانا هنايا، قلناها بقي هذا. ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ علل إجابتك. ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ مرر علل إجابتك. عدم مرور التيار الكهربائي. كي نغلقوا القاطعة هذه ما يمرش التيار الكهربائي. علاه؟ راكم تشوفوا الصمام كي راه داير. الصمام راه يسمح باش التيار الكهربائي يفوت هاكا، وما راهش يسمح له باش يفوت هاكا. واش معناتها؟ معناتها راه مقلوب. مقلوب هو نورمالمون يسمح التيار باش يفوت من الموجب للسالب، وما يسمحش العكس، بصح هو راه مقلوب، ما راش يسمح للتيار باش يفوت للموجب للسالب. وايضا القاطعه بلاصتها ماشي هنا، القاطعه بلاصتها من جهه القطب الموجب. صح. اذا عند غلق القاطعه لا يمر التيار الكهربائي بينه، لانه الصمام غادي يمنعه. لا يمر التيار الكهربائي. قال لك علل التعليل. اولا موضع القاطعه خطا، يجب ان تكون من جهه القطب، يجب ان تكون من جهه القطب الموجب. هذا اولا. ثانيا والاهم، صمام الكهربائي مقلوب. سما كي راه يجي التيار يخرج من الموجب، كي راه يجي هنا راه يحبس هنا، وكي ما تدورش تمشي الدوره تاع التيار، التيار ما يدم ما يشعلش المصباح. السؤال الذي بعده، عندما يعكس قطبي المولد ينحرف مؤشر، عندما يعكس قطبي المولد ينحرف المؤشر عنصر 2 عند التدريجة 14 على سلم يحتوي على 100 تدريجة، علما أن المعيار المستعمل هو 5 أمبير. أحسب شدة التيار الكهربائي المار في الدار. إذا هنا عندنا حساب شدة التيار الكهربائي المار في الدار. إي ماذا يساوي؟ تفكروها، يساوي القراءة اللي نقراوها يعني. هنا ينحرف عند التدريجة 14، سمحنا شا نقراو في السلم، نقراو تدريجة 14. ممتاز. في العيار أو عفوا المعيار، في المعيار نقسموهم، هذه يعني قسمة، نقسموهم على ماذا؟ على السلم. هذا مكان. وماذا يساوي؟
14 في المعيار اللي هو 5 قسمه 100. شوفوا ماذا يساوي لنا التيار 14 في 5 قسمه 100 0.7. ماذا قولوا لي الوحده؟ امبير. اذا اي يساوي 0.7 امبير. الوحده تاع التيار هو امبير والرمز تاعه هو اي. السؤال الذي بعده، عفوا، يحتوي منزل على الاجهزه الكهربائيه التاليه. هنا ركزوا، عندنا الجهاز باستطاعه تحويله، تلفاز، ثلاجه، محرك كهربائي، مدفاه، اله غسيل، كل وحده والاستطاعه تاع التحويل تاعها راهي باش بالواط. اذا علمت ان استطاعه تحويل المصباح الواحد هي 100 واط، استطاعه تحويل المصباح واحد هي 100 واط، و البي ام دي تساوي 6 كيلو واط، و فصلوا بيناتها، و البي ام دي تساوي 6 كيلو واط. ماذا تعني الدلالتان بي ام دي و دي ام دي؟ هذه نجاوبوا هنايا. معنى الدلالتان، هذه حفظوها، معنى الدلالتان. نبداو الاولى مع البي ام دي، درناها من قبل في سجيات، انا حالينهم تاع تروازيام اني، نعاودوها. بي ام دي هي الاستطاعه القصوى، الاستطاعه القصوى اللي ما نطيقوش نزيدو فوقها، الاستطاعه القصوى من طرف شركه سوناغاز، من طرف يعني ما نطيقوش نتجاوزوها والا ما تشتغلش الاجهزه، من طرف شركه سوناغاز. دروك الدي ام دي شياله، دي ام دي هي الضغط الاقصى المقدم من طرف شركه سوناغاز، لان وحده الاستطاعه القصوى وحده الضغط الاقصى. حنا نركزوا على هذه، الضغط الاقصى المقدم من طرف شركه سوناغاز. نعاودوا، بي ام دي هي الاستطاعه القصوى من طرف شركه سوناغاز، شحال تساوي لنا هنايا؟ 6 كيلو واط. وهذا دي ام دي هو الضغط الاقصى المقدم من طرف شركه سوناغاز، يساوي 5 ام مربع اش، مكعب اش. في رايك ما عدد المصابيح التي يمكن اضافتها حتى تشتغل كل الاجهزه معا ودون انقطاع في التيار الكهربائي؟ تابعوا معي، في رايك ما عدد المصابيح التي يمكننا اضافتها حتى تشتغل كل الاجهزه؟ اذا لازم كاع الاجهزه تشتغل ونزيدوا لها مصابيح، شحال هذه المصابيح معا ودون انقطاع في التيار الكهربائي؟ واش معناتها دون انقطاع؟ يعني لازم الاستطاعه تاع كاع الاجهزه، تبعوا معايا، الاستطاعه تاع كاع الاجهزه مع المصابيح ما تفوتش 6 كيلو واط، ما تفوتش 6 كيلو واط. اذا احنا باش نعرفوا عدد المصابيح شنو لازم نديرو؟ لازم نحسبوا كاع هاد الاستطاعات، نشوفوهم شحال يجو، والباقي نقسموها على المصابيح، نشوفوا شحال نشعلوا، نطيقوا نشعلوا من مصباح. اذا ماذا نحسب اولا باش نجاوبوا على عدد المصابيح؟ نحسبوا الاستطاعه تاع كاع الاجهزه، شوفوا شحال طيح لنا باش نعرفوا شحال بقى لنا، باش نعرفوا شحال نطيقوا نحسبوا نشعلوا من المصباح. اذا حساب الاستطاعه الكليه للاجهزه، اذا بي ماذا تساوي؟ استطاعت آلة الغسيل، تقو تكتبوا هنايا باللي استطاعت آلة الغسيل زائد استطاعت المدفأة زائد استطاعت المحرك الكهربائي. أنا باش نختصر الوقت غادي نكتب الأعداد مباشرة. إذا استطاعت آلة الغسيل هي 1200 واط، المدفأة 2000 واط، زائد محرك كهربائي 500 واط، زائد ثلاجة 150 واط، زائد تلفاز 100 واط. نحسبوا هادو، إذا عندنا 120 زائد 2000 زائد 500 زائد 150 زائد 100، طاحت لنا 2000. نعاودوا الحساب، ممكن نغلط، 1200 1200 زائد 2000 زائد 500 زائد 150 زائد 100، تساوي 3950. اذا الاستطاعه الكليه طاحت لنا 3950 ماذا؟ واط.
هذه هي الاستطاعة الكلية. دروك نحسب الاستطاعة المتبقية، الفرق احنا عندنا 6 كيلو واط، 6 كيلو واط نحولوها للواط ونقصوا من هذا، نشوفوا شحال بقالنا من استطاعة نطيقوا نستعملوها. اذا ديروا هنايا حساب الفرق. اذا عندنا بي ان دي تساوي 6 كيلو واط، نضربوها فاش؟ نضربوها اذا في 1000، نصيبوها 6000 واط. ايا من بعد دوك نحسبو بي اللي بقات لنا، سموها بي واحد مثلا، تساوي 6000 واط ناقص 3950. 6000 ناقص 3950 طاحت لنا 2050 واط. 2050 واط، نجيبو ورقة أخرى نحلو فيها. دروك نحسبو عدد المصابيح، حساب عدد المصابيح التي يمكن اشعالها مع الاجهزه. صح، احنا شحال قلنا الاستطاعه تاع المصابيح نذكروها لنا هنايا تساوي 100 واط. اذا عدد المصابيح مثلا نسموه اس. اذا اس ماذا يساوي؟ يساوي 2050 اللي بقات لنا نقسموها اولا نديروا على كسر على 100 باش نصيبوا شحال نطيقوا نشعلوا من المصباح. قسمه 100 نطيقو نشعلو 20.5 مصباح، واللي هي نقولو عدد المصابيح هو مديوش 20.5، قولو هو 20 مصباح. صاديك فاصل خمسة هو 20 مصباح. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، لما فهمتوش هاد النقطة الأخيرة قولوا لي في التعليقات باش نعاودها، ولا دوك نعاودها بالخفض دروك. إذا حنا شدرنا حسبنا الاستطاعة الكلية طاحت لنا هادي 3950 واط، وهما يسمحوا لنا السونار غاز تسمح لنا باش نستخدموا 6 كيلو واط اللي هي 6000. قال لك السؤال شحال نطيقوا نزيدوا نشعلوا من المصباح، علما ان المصباح الواحد استطاعه تاعه هي 100. سمحنا دوك نشوفوا الفرق. اذا هذه 6000 نقصنا منها هذه اللي رانا مستخدمينها في الاجهزه الاخرين، شفنا شحال يبقى لنا، صدنا يبقى لنا 2050. 2050 واط شحال يشعل لنا من مصباح، قسمنا على 100 طحنا 20، إذا نطيقو نشعلو 20 مصباح. هذا هو. نروح الآن للسؤال الذي بعده. في آخر الفصل أشارت الفاتورة إلى تكلفة الكيلووات الواحد هاشحال، الطاقة المستهلكة، البيان القديم والبيان الجديد. ما هي الطاقة المستهلكة خلال هذا الفصل وما هي تكلفتها؟ ما هي؟ دروك نحسبو الطاقة المستخلفة من المستهلكة من الفاتورة ونحسبو التكلفة تاعها. إذا حساب الطاقة المستهلكة خلال هذا الفصل. الطاقة المستهلكة خلال الفصل ماذا تساوي؟ تساوي الطاقة الجديدة نقص منها الطاقة القديمة، هذا ممكن، وبالتالي تساوي البيان الجديد اللي هو 14500 ناقص 14000. هذا طحنا يعني بلا ما نحسبوا الحاسبة 500 ماذا؟ كيلو واط ساعي، 500 كيلو واط ساعي. هذه ما هي الطاقة. دروك قال لك وما هي تكلفتها. إذا حساب التكلفة نسمي التكلفة نسموها مثلا. اذا تكلفة الكيلووات الساعي الواحد هي 5 دينار، احنا شحال عندنا؟ عندنا 500 كيلووات ساعي. اذا هذه 500 كيلووات ساعي نضربوها في 5 دينار، شحال تخرج لنا؟ 500 في 5 25 او 2500 ماذا؟ دينار جزائري. اذا هذه هي التكلفة. السؤال الذي بعده، ما هي الحلول المقترحة لعائلتك للتخفيف من قيمة الفاتورة القادمة؟ اذا ورقة الحلول المقترحة للتخفيف من الفاتورة، من تكلفة الفاتورة، التخفيف من تكلفة الفاتورة. إذن الحل الأول هو التقليل من استعمال كل الأجهزة في أو تجنب استعمال نعم كل الأجهزة في آن واحد.
في آن واحد. الحل الثاني إطفاء المصابيح عند الخروج من المنزل، ما خلوهمش شاعلين بلا فايدة. إطفاء المصابيح عند الخروج من المنزل. حل آخر، ضبط المدفأة أو المكيف على قيمة مناسبة، ما نزيدولهمش بزاف بلا فايدة. ضبط المدفأة أو المكيف على قيمة معينة أو مناسبة. هاكا نكون وصلنا لفهم تاع الفيديو، إن شاء الله تكونوا فهمتوا. تهلاو في روحكم ودركوا على زر الإعجاب إلا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، وشوفوا لي فيديو الاخرين، كتبوا تعليق وشاركوا القناه واشتركوا فيها. تهلاو في روحكم، تلقوا في فيديو اخر.